وعودة معكم مشاهدينا ودائما من قناة دريم مع سر الخلطة والشيف ريتشارد دائما بأكلة الصيادية الشهيرة. يعني فعلا هالصيادية إذا كنتوا قاعدين معنا بستوديو هون كنتوا فعلا استمتعتوا بهالريحة الحلوة ريحة السمك اللي شويناه. ونحن أنا شويت الفيلي سمك وضفته بالجار. يعني اليوم مش ضروري نجيب سمك كبير مشاهدينا، ممكن نجيب فيلي سمك نحط له الكمون ونحط له الملح والفلفل وجزء الطيب ونحمره تطلع بهذا الشكل بهذا اللون. ومهو مثل ما شفتوا نحن جبنا مكعبات مرقة السمك أو مكعبات شوربة السمك وضفنا عليها الماء وقلينا بصل تحت احترق وأخذنا قسم منه تحت قبل ما أخذ لون شقر وضفنا البصل تحت يعطي لون لحتى يعطينا هالصلصة صلصة لونها بني. دائما إذا كان عندنا نحن مرقة السمك أو شوربة السمك لازم يكون لونها بني وشهي تنستطعم فيها. دائما إضافة الليمون بآخر الصلصة أو بآخر الشوربة تنستطعم بهالطعم الطيب مع طبعا الكمون والجوز الطيب والملح والفلفل. نحن رح نبلشر بتحضير الأرز. أرز هون عندنا نحن أرز الصيادية. نحن بحاجة لبصلة صغيرة بدنا نفرمها فرم ناعم. هون الرز كمان بنرجع نضيفه. نحن الرز صورناه بالماء جهزناه قبل بوقت شوي حتى نشهل بالاستواء للرز. هون نحن فرم الرز ناعما لكن بهالشكل. نحن فرمنا الرز خفف نار خفيفة. هون رح ضيف أنا زيت نباتي ومن ثم رح ضيف البصل. هي أكلة صيادية بتاخد شوية شغل بس نحن اليوم قد ما فينا نطلعها بوقت سريع، مشان هيك عم نعطيكم المعلومات اللازمة مشاهدينا. بدنا ندبل الأرز. ملعقة خشب تحريك نتفة صغيرة ما في لزوم بس حتى يعطي البصل مذاق طعم طيب مع الأرز. هون لكن تحريك البصل ومن ثم هون كمان حضيف أنا مع الرز ورقتين من الغار. هي كمان بيضيفوا نكهة حلوة. دايما الكمون وجوز الطيب والملح والفلفل مع الصلصة مع السمك ومع الأرز. نحن ضفنا الليمون لكن على صلصة الصيادية اللي حملنا زبدة وطحين روق أسمر صار لونه أسمر قاتم. ومن ثم نحن ضفنا كمان البصر المحروق اللي عطيه لون جميل جدا. هون حتى يدبل شوي البصل تحريك مستمر. السمك صار عندنا مشوي جاهز متبل خالص الصلصة جاهزة. وهلا نحن بدنا نجهز الأرز. يا سلام هون بلش ياخذ لون بلش البصل ينحدر على الاشقرار. بدنا دايما نعطي الشغلة مزبوطة. سر الخلطة بتاخذوها دايما مهم مشاهدينا. أنا هون أضيف عظيم. هون أضيف نحن الأرز يعني بعد حاجة أرز حبة طويلة أرز بسمتي. هون أضيف أنا كمان الكمون وجوز الطيب والملح والفلفل كلها منكهات ونص كمية الصنوبر المحمص. أنا حمصت الصنوبر قبل بوقت. الصنوبر اللي بيعطي طعم ومذاق رائع جدا. يا سلام هون لكن احنا الأرز والصنوبر والملح والفلفل
التحرير كامل، ومن ثم نعمل ضيف المرقة لنحصل على أرز أسمر عظيم. هون غطي وخفف النار، خلي الرز يستوي على مهله. لكن شفتوا كيف طريقة كثير متواضعة وكثير سهلة مشاهدينا. فرمنا البصل ناعم، حطيني هون، قليناهم مع بعضهم البعض، بنرجع بنضيف شوربة السمك، بنضيف شوربة السمك اللي عطيتها اللون الأسمر، وأكيد نحن ملحنا وبهارنا وضفنا الكمون وجوز الطيب. يا سلام هون، خلينا نخفف النار خفيفة تيستوي الرز على مهله. أنا سولت الرز قبل ما، عظيم. هون صار عندنا الرز على نار خفيفة صيادية، صار جاهزة بانتظار إنه الرز يستوي. رح ننتقل للطبق الثاني. مكونات شوربة القيمة: بصل حبة عدد 2، ربع كيلو لحم غنم، نص كوب أرز، نص كوب بقدونس، زيت نباتي ملعقة، شوربة الغنم، مسكي رشة، قرفة ناعمة رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا شوربة القيمة ذو قيمة عالية جدا، وهي عمرها مئات السنين. يعني هاي الشوربة كانت تنطبخ من أكثر من 500 سنة من أجداد جدودنا، وطعمتها مميز جدا وبعدنا نحن محافظين عليها. وحبينا نوصل الرسالة حتى أنتم تكفوا فيها الشوربة الطيبة للي مذاقها طيب كثير من اللحم والأرز والمسكي أو المستكة اللي نحن بنستعملها بالحلويات، بنستعملها بالطبخ، بنستعملها بالآيس كريم، طبعا بقصص كثير. نحن هون رح نبلش نجهز البصل، وطبعا عندنا هون اللحم المفروم، اهم شيء كمان القرفه حتى نجهزها. المسكه اللي نحن بنشوفها دغري مشاهدينا بالاسواق بهالشكل بتكون بمغلفات صغيره، بيكون فيها حبيبات من المسكه، ممكن نستعملها للرز بالحليب او للمهلبيه، او نحن اذا بدنا نستعمل هالشوربه حتى نعطيه مسكي او يمسك الرز او يمسك طعم الصلصه او طعم الشوربه او الحساء، بتعطينا نكهه مميزه. طبعا في وصفات عديده، مثلا من مثل ارز الشرقي اللي بينضاف لها كمان هالمسكي، بتعطيها بالاخير نتفه صغيره تنكيها. في اسرار لازم تعرفوها دائما، والاسرار بس كون احنا نعطيكم اياها، ما في شيء مخبى بقى مشاهدينا. مشان هيك بنحب نفرجيكم كل شيء. انا هون بواسطه السكين رح بلش تقديق، ما تطولوا لانه المسكه مثل العلكه او زي اللبانه، اذا دقيناها كثير ممكن تصير زي المعجونه. فمندقها شوي شوي بهالطريقه، احلى افضل طريقه هي الدقه للمسكه بهالشكل. يا سلام، صار عندنا هون نحن المسكه مدوقه خالصه، ومن ثم هون بدنا نفرم البصل فرم جوانح. هون كان احنا فرم، والبصل صار عندنا هون جاهز. انا رح ادبر كمان حله للشوربه او للسوب، وهي اللي خلصنا منها. يا سلام، هون نحن رح نضيف زيت النباتي. هون الرز، يا سلام، انا رح اضيف هون البصل حتى ندبله. هون كان احنا البصل، وبهالوقت كمان مشاهدينا عندنا لحم الغنم اللي فرمناه فرما ناعما،
وانا هون ضفت عليه الملح والفلفل هون بدي اعمله بشكل الصلصة نحطها على جنب ومن ثم هون اضيف انا كرات لحم بهالوقت البصل كمان عم يتدبل يعني اليوم عندنا شوربة القيمة صيادية السمك بدنا نخلي الرز حتى نبت شوي السمك صار جاهز والصلصة صار جاهزة اخذتوا فكرة طريقة سهلة وسريعة اليوم هون نحن كرات هاللحم بدنا نضيفها مع الشوربة لكن من أطيب أنواع الشوربات القديمة اللي تقدر عمرها أكثر من 500 سنة هون لكن نحن صار تقريبا جاهزين نحن تنعمل الشوربة أو كافي هون رح نجيب المخلات هون نحرك كمان البصل وكمان بنفس الوقت رح نبلش نجهز المقلات حتى نكفي كرات اللحم هون لكن الكوانتي لكن هون اضيف انا الزيت النباتي هون عندنا البصل عم ندبله تبديل هون الرز ورق الغار فظيع دايما استعمل ورق الغار انا هون مشاهدينا ننطر شوي حتى الزيت يحمى كمان بهالوقت بدي افرم البقدونس فرما ناعما هون لكن احنا البصل اخذ لون لاحظتوا كيف بس ياخذ لون الاشقر رح ضيف شوربة السمك لكن هون من بعد ما ضفنا مرقة اللحم انا رح ضيف شوية مي خليهم ياخذوا هالصلصة تاخذ بعض البعض وهون كمان رح ضيف انا الارز يا سلام كمان رح ضيف البقدونس البقدونس اللي هي بتنعد من المواد العطرية مشاهدينا أو البوكي جارني يعني في حال كنتوا بالمطبخ الأوروبي دايما بستعملوا البقدونس إذا في حال حبيتوا تشوا سمك بالفرن كمان فيكم تحطوا ببطن السمكة شوية بقدونس ولح تلاقوا الفرق إنه ما في ريحة زنخة هيدي من أسرار دايما الخلطة إنه إذا في حال كان عندكم سمك وبدكم تشووه حطوا شوية بقدونس بقلب السمكة أنا هون صار عندنا لكن البصل ومرقة اللحم مع شوية مي وضفنا البقدونس واللحمة هون أنا عم بقليه شوية حتى ياخذ لون هون لكن رح ضيف أنا هون الملح والفلفل ومن ثم كمان رح ضيف القرفة، القرفة بتعطي نكهة طيبة كثير. وهون نحن عندنا المسكة الناعمة، المسكة
هذه المسكة بتعطي طعم طيب. بدي احط المسكة كتف صغيرة اللي فيها 3-4 حبات صغار. و كرات اللحم اللي اعطيناهم لون، كمان الحجرة ضيفة على الشوربة او على الحساء، كمان بدنا نحركها مزبوط. اوه يا سلام شو الريحة الحلوة، القرفة مع المسكة مع البقدونس. ما في خبركم مشاهدين قديش بيصير طعم هالشوربة لذيذ وشهي، خاصة البصل العيني وضفنا نحن المرقة قليلا من الماء مع الأرز. خليها تغلي شوي صغيرة هون لغطي هالشوربة، ومن ثم رح نروح لفاصل الإعلاني، ومن بعد الفاصل الإعلاني كمان رح يكون في عنا سلطة كتير طيبة وشهية من بعد صيادة السمك، من بعد شوربة القيمة رح يكون في عنا سلطة كتير طيبة من كبدة الفراخ. انطرونا.